اي بي جيمنج وفيديو جديد. وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان. ويلا بينا يا ابطال عشان النهارده معانا ماب جامده طحن. ماب دي بحبها وكفته بيحبها. ازيك يا كفته؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا بلال؟ ازيك احلى ابطال؟ النهارده هنلعب ماب سرفايف ذا كيلر او انجو من القاتل. النهارده انا معايا بلال الخواف جدا جدا ايه جدا، ده؟ بيكره ما العاب تقولش عليا الرعب. كده، ما تقولش عليا كده وربنا ما يسيبك. ما اسمعش، هي دي الحقيقه المشكله. بص، احنا هنستخدم وضعية السحالي. السحالي في ابطال كتير قوي بيستخدموها، يعني ما وضعية معروفة وضعية السحالي. ايوه اهو وضعية السحالي. ومين الواد ده؟ والله ما عارفه، بس ممكن يكون بطل من الابطال. والله ما عارف. السحالي يا ولد، وضعية السحالي. السحالي يا ام على الدوخة دلوقتي. اقوم مش شايف قدامي. هو في حد دلوقتي عايزين نشوف سبيكتيت؟ هي دي ماشية؟ يا لهوي، دي هتقعد لنا دقيقتين دلوقتي. أخيرا يا أبطال البنت خلصت. عاش جدا. واحدة بس، واحد بس هرب واتنين ماتوا، ومن ضمنهم أنا عشان أنا لعيب. ماشي يا جدعان، يلا بينا. يلا، متحمس جدا، عايز بقى الدنيا تتملي. يلا كله داخل. يلا، مرحب مرحب بالأبطال. أكيد دول الأبطال اللي دخلوا، أكيد يعني في ناس هو أنا انا أعرفها. بص، يلا بينا. عايز انا ابقى القاتل عشان اقتلك اول واحد، هبوظ عليك الفيديو لا كله. كفت، لا كفتة، مش من أولها، دي احنا لسه هنقول لي هادي. ماشي يلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل. 5 ثواني. التحدي بقى بيني وما بين بلال، مين اللي هيقتل التاني الاول، مين اللي هيطلع اصلا المجرم. استنى نختار المكان. انا مش عارف ايه الاماكن، انا مش بلعب الماب دي كتير، بس ممكن نختار ده، مش عارف ايه ده، بس يلا كلها اماكن يعني مرعبة وخلاص. يلا، بس المفروض اللي هنختار فعلا المكان يكون كويس عشان نمشي فيه. ايوه، يا لهوي، لو انا، يا نهار ابيض، لو انا بسم الله، ولا انا ولا انت ولا انت يا ولا استاذ. انا ولا اي حد، بس واحدة يا رب تكون بطل من الابطال تروق علينا وتخليها كلها نهرب. يما، يا واحدة ماما واحدة، مش كده؟ يلا بسم الله، تعالى انا وانت نتجمع في حتة واحدة عشان نتمسك انا وانت في نفس الوقت. تسلم. انت هتروح فين؟ طب انا دلوقتي بص، انا هدور على البنزين بتاع الصاروخ عشان اجيبه الاول. هو دي واحد، ودي قاعدة اهو بجمع في الكوينات. كوينات؟ في كوينات فين؟ انت ياما فين في كل اصلا؟ حتة. الحلال، لا لا، ما تقوليش كده، والله انا كده هموت. هو انا لوحدي ولا مش لاقي حد فيكم؟ حاسس اللي هو يطلع في وشي. اه في كوينات اهي. ننزل من تحت روحش جنبي. بأمان. الحق، انت فين؟ طب احكي لي انا اوصل. سامع صوت، سامع صوت. انا فوق، انا طلعت فوق. يبقى هو طالما انت فوق يبقى هو تحت. ما في حد، جنبي 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 جنبي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، حد اجري طلب اجري. المساعدة، لازم انزل واساعدهم. رد، هستخبى في الخزانة ديت لان الوحش تحت اصلا. تقرب شفت راح مني. تساعد؟ يا لهوي، الوحش جنبي، الوحش جنبي. ما شافنيش، ده مشغل جالي، هاكر، ده جالي يا اسطى، ده جالي. ما شافنيش، مشغل هاكر اصلا يا اسطى، مشغل هاكر. الله يرحمني. ليه بس مشغل كده؟ هاكر يا بأمانة هاكر يا عم، والله العظيم هاكر. ازاي؟ ازاي يقتل واحد فوق وينزل تحت في ثانية واحدة؟ اش والله، واحد جه وراك، انقذني. انا شايفك قاعد بيجري وراك. مش قوي. انت فين يا البنزين، هو كفته؟ انا طيب خدت البنزين، انا كنت شايفك من شويه وهو قاعد بيجري وراك وهو مشغل هاكر. في حد مات شفته، لهوي، مش عارف الحلوة ده في ازاي. حد مستخبي في الخزانه هنا. هو قتلك ولا ايه؟ انت اللي عامل هيلب ده؟ لا لا، انا بحاول انزل من ام المكان ده، يا ريتني ما جيته. انا راح انقذ الواد اللي عامل هيلب. استنى يا عم، اللي عامل هيلب انت رايح فين؟ قاعد بيجري مني ده لو يا الواد عم. انا رايح حاسب يا ابني، كنت رايح انقذ الواد ده، جرى مني ومات. مش عارف بيجري مني ليه ده. كفت، هو الوحش جاي انجنه، ورايا. اجري وراك، اجري اجري. طيب يا لهوي، ده مفيش هيلب لان الناس كلها ماتت. انا هنزل تحت يا كفت. انزل انزل انزل، خليه بقى هنا فوق. الوحش جنبي بالظبط، الوحش جنبي بالظبط، فانسان يعني. ايوه مشى بعيد عني، انا كنت لسه شايفك من شويه. انت رحت فين؟ نزلت انا تحت نزلت يا عم. ايه ده؟ في الاسانسير اللي هو فتحه الاسانسير دي؟ بس انا نزلت انا كمان. استخبيت في مكان. اتخبيت فين؟ نزلت من نفس الفتحه. يعني انا نزلت تحت ايه، واتمنى انهم ما يشوفنيش. بصراحة خايف قوي. يا بطل كده 3 ماتوا و4 عايشين. المشكلة انا ماسك حاجة، يعني ايديا تضيع لي، ايديا طيرها لي. يا رب ما يشوف. اوه، ده جاي لي، يا رب ما يشوفني. جاي لك، انا مستخبي. انا لو اتحركت بس حركة. الحمد لله مشي. وانت استخبيت؟ هو انت نزلت من فتحة الاسانسير ديت؟ لا لا، نزلت عادي على السلالم.
السلالم. انا نزلت فتحة الاسانسير غلط. لو ابطال انا اهو خاف قوي. السلالم قدامي، السلالم قدامي، انا نزلت اهو. انت فين بقى؟ انت بقى هتلاقيني في اول حاجه زرقاء، اول بتاع زرقاء كده. انت بقى روح اللي جنب قدامي. الوحش جنبي يا عم، اروح فين بس؟ بادي يا اسطى، هانت يا لهوي، ده جاي هاني تاني. يا رب. ما انا الحمد لله لا معدي من جنبي وربنا، ولا اكني ايه يا ضحك، عدى من جنبي بطريقه غريبه. يلا يلا 45، يلا يا جدعان والنبي، يلا 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 سرع دلوقتي. ده أس ده احسن. يما يا لهوي جاي، اوعى موسيقى بسم رعب. الله. الحمد لله لا عايز يجي يا سمش، مش لو اتحركت بس حركه، لو فكر اللي هو يجي يضرب هنا. هو واقف هنا الرخامة. طب اكيد احنا نهرب من تحت صح، اكيد مش من فوق. انا ببلع ريقي بالعافيه اصلا، انا خايفه. الوحش جنبي. بقى اوعى يكون جابك، روق لا لا استخبى لا في حاجة اسكت. زرقاء، لان هو فجأة هيدخل، هيجي بقى عند اخر وقت ويقعد يضرب في اي حاجة زرقاء، لان هو مش لاقي حد. انا مش مستخبي، انا مستخبي في اوضه كده متوصله باوضه تانية. ماشي يلا 5 ثواني ونجري. بسم الله. الباب فين اصلا؟ والله الباب معاك. فين؟ هو فتح، هو جنبي. رن غن يا لهوي، ده الباب لسه جنبي. الحق ده فوق. اجري انا اجري، موت، انا هقعد عليه شويه. هموت اجي اكيد انقذك. هموت. لا اكيد هموت عشان انا مش عارف الباب طب فين. لا لا انقذك. الباب طيب الباب قدامي، الباب قدامي. سمك. انا جريت، انت جريت، انا بحفل لا عليا يا هو اسطى. لا انا خلينا اجي انقذك يا عم، انا قلت يا اسطى، لك لا يا اسطى، يا لهوي انا كنت قدام الباب، هو كان مستنيني، كان دخل في كنت الاوضه. قدام. اوه روعة يا انا اللقطة يا الوحيد اللي أبطال، أنت الوحيد اللي هربت يا بجد. عاش والله عليك، والله كفو، عاش عليك والله كفت. والله يا جدعان مش مصدق ايه اللي حصل من شوية ده، يعني أنا كنت خلاص. معلش يا بلال، ايه الحق ده، مش بقولك دي بطلة من أبطال يا ابني، تقولي معلش يا بلال. ماشي معلش على ايه، معلش على ايه، خلاص. بعد ما جلدتيني ده، أنا كنت عايز أهرب. ما احط البنزين يا بعد سيف. ما من جلدتيني هنا اهو. كنت عايز اهرب. حرام والله يا جدعان، حرام يا جدعان، انا مش كنت حط عايز اهرب. البنزين، حط البنزين، حط البنزين والنبي. لا حط البنزين بس. حطيته لحقت. يلا بينا نختار المكان ده، مش عارف ليه تخيلوا انا بقى وبان عليه انا او كفتة. انا ياه كنت انا خلاص يا كفتة والله، يبقى انا. هوبا بقى أمي شكي شريرة. ماشي شوف انا كتبت ايه. العروسة الشريرة يا اسطى. انا انا كتبت هعمل لك، انا عاملك شاورما. يا عم احلى مساء. مين ده يا عم؟ ماشي طب يلا بينا، عايزين بقى نروق الكلام. ايه ده، انا هستخبى في المسرح وهنشغل فين مهرجانات اول كده؟ يا عم؟ انا بهزر، يهمني البنزين. مسرح ايه بس؟ بقولك ايه بقى، ايه موضوع البنزين ده مش فاهمه، انت بتقعد بتقول بنزين ايه؟ الحق بص، نزل. في حاجه كده، في بنزين كده بيبقى موجود لما انت بتاخده وبتحطه في الصاروخ بيجيب لك نقاط زياده. يعني بدل الكوين اللي بنجمعه خليك جنب يا هنا كفته جنبي. والنبي. ايوه فين ايه ده، انت اهو يا ابني حبيبي يا بلال. انا ايه انت كتبها ماشي حبيبي استاذ. ده واحدة واحدة واحدة، والله انا خايف نلاقي في وشينا. ماشي انا اعتقد البنزين في المقبرة، في القبو اللي بيبقى هنا، مقبرة ايه؟ لو لقيت، لو حسيت بأي خطر قولي عشان نجري. يا بعمل ايه، انا هو فين الوحش ده؟ واضح داخل اللي من هم، القبو. واضح الوحش ده متعاون، يا رب يكون متعاون يا رب. ايه ده ايه ده ايه ده، ده بقى معايا معرفش طاقة قوية حاجة كده طاقة فين؟ مش عارف. لما خدت جمعت الكوينات قال لي معرفش حاجة، دبل اكس بي ده مش عارف ايه ده. دبل اكس بي. يعني انت المفروض لما تجمع 40 كوين بيجي لك دبل اكس بي. خلاص انا كمان هجمع 40 كوين. المفروض فين بقى ال 40 اجمع، كوين اللي انت جمعتهم؟ فين الحق في كده واحد يا المنطقة؟ اسطى، تعال يا لسه راح انقذها، الحق دي انت لسه قدامي رايح قدامي اجري. اجري. انا بجمع كوينات هنا جنبك، لو مت اجيلك. وغريبة مني، خلي بالك ده هادي كده، دي فوق. طب استخبى عايزين في خزانة من نستخبى. هنا. انا في خزانة، هو شايفني. ماشي انا استخبى قدامك. هنتمسك انا وانت في ساعة واحدة. تعرف انت لما جيت طلعت فوق فوق المسرح لقيتها يا ابني. لا انت بتهزر يا كفتة، بقى هموت دلوقتي مش هلاقي حد يساعدنا. ازيك يا بلال حبيبي، انا بقى عشان دلوقتي هنتاكل. البنزين اهو، البنزين يا اسطى اهو. ايه انا اقوم اروح؟ انت فين؟ انا فوق المسرح.
يا ابني بلاش تروح، ماليش فوق دعوة المسرح، لما انت طلعت فوق المسرح كده تعالى تاني اهو، كده. البنزين من هنا انا اكتر. حذرتك عشان هو ايه، هي موجودة. تعالى بس في القطر خد البنزين يا عم، خاطر مش اخده البنزين ازاي قدام ايه اهو، قرب منه بس، بس عايش استخدمه بيه بقى. اجري. هي كده مش لاقيانا بجد، ايه ده ازاي؟ هو مكان باين عليه كبير. سلاش اي دانس انا برقص. طب ايه، طيب ما عايزين نرقص مع بعض. انت كان بترقص على عمود النور. طب لحظة ارقص معاك على عمود النور. رحت جنبي، رحت جنبي، يخرب بيت اجري شكله. لا لا مت، انقذني 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 يا اسطى، تعالى كفتة، ما شافكش، اجري يا اجري لعبة. اجري يا ركاب يا عبدو. الوحش ورايا انا، انا مش معنى انا، اقتل البلاء، اقتل البلاء، ايوه ضحيه حسبنا بلال، ضحيه وكيل. اجري انقذ بلال، انقذ بلال، انقذ بلال، انقذ بلال، انقذ بلال، انقذ، اجري اجري يا مجدي. اجري. مش معنى انا اقتل بلال يا عم، انت بتضحك عليا ليه؟ لا ودي قريبة أوي. ده عايز يقتلني بس، اوه ما شافنيش، ما شافنيش، يس يس، استخبيت في الخزانة وما شافنيش، يس ايه ده، انا لقيت واحدة في الخزانة، في الخزانة جنبي وانا مش واخد بالي والله. والله. لا واحدة بتقول والله لي لا ربع وجاية حظه وراها. بس. يا نهار ابيض، انا اتفاجئت انا اللي ماشي، واتفاجئت اللي هي واحدة في جاية في الخزانة. انا اتخضيت بس هتاكلني. انا عايز اجمع 40 كوين زيك كده. ايوه في كوينات اهو، كيف؟ الحبه فاضل يلا ستة هو جاي عندنا. الحمد لله. سابني ومشي، كنت قاعد ارقص من شويه. الباب، الباب اتفتح، اجري يلا اجري، رن رن رن، بس طلعت الحمد لله. يا لهوي، ده يبان عليها قدام، انا خايف اوي. انت فين؟ انا يلا، هجي لك بالسبيكتر. انا ايوه حظي، اجري انا حظي اضرب، نحس، وفي الاخر الاقيها فجأة في وشي. ايه ده بجد يلا هكسب؟ بتاع نوصل البنزين، اوه ايوه يلا تعالى بقى، وكسبنا، عاش جدا والله يا ابطال. تعالى البنزين من هنا. 4 كسبوا، واحدة بس، واحد بس. ايه ده، تحط بنزين هناك؟ يلا يلا دلوقتي بقى بقى، نمشي. بس عاش صاروخ، السلام عليكم، اجري يا صاروخ. طير طير يا صاروخ، يلا عاش والله. ايه ده مش ناوي يطير؟ مش خلاص، عاش قوي. انا بقى بص يا ابطال، احنا هنلعب اخر جيم، واتمنى يعني ان الكون الجيم ده يعني انا اللي اطلع فيه، او كفته او حد من الابطال يعني، بس بلاش حد من الابطال عشان انتوا بتغدروا بيا وكلكم بتموتوني. الناس بتقول لي اهو في الناس بتقول لي انت بتصور مع كفته. ايوه ايه ده، يلا يلا يا رب انا بقى، انا او كفته. يا رب. ايه لا، ولا انا لا ولا انت؟ لا ولا انا ولا انت، مش ايه ده، معنى احنا في الاول. مش عارف بقى، ده حظ. اوبا بقى، ده الكلام كبير. طيب ماشي، بسم الله، بسم الله، انا لسه برقص. ايه ده، ايه العبط ده؟ اجري من السبون بوينت، ما تخليكش في السبون بوينت عشان هينزل فيه. او ماي جاد، على المكان، المكان ده حوار. ايه ده، الناس جابت البنزين منين؟ ده في ناس كتير جابت يا البنزين بسرعة. عبطي، ايه ده، الناس جابت البنزين منين صحيح؟ انا خايف قوي، انا استخبيت يا عم في حاجه، انا خايف جدا يا عم، المكان صعب. لا انا جابك، ده في حاجة كده بتوقعك، ما تمشيش عليها. اه ما انا وقعت منها 700 مره من اول ما دخلت. زهقت منها والله، كل شويه تك 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 تك، مش فاهم، مفيش غيرها ولا ايه؟ ايه ده، في يا خزانة رب هنا يا رب مستخبية. يا رب، والله خايف. ايه ده، في واحد مستخبي في الخزانة. نايس. ايه ده كفته، تعالى انا هنا اهو. اه انت هنا اهو. لو الوحش لو جه هنا هيروق علينا. لو الشعب كله هنا اي وقعت. ترى ايه اللي هيحصل؟ هو الوحش نايم واحد عليه نوم ولا ايه؟ طيب يا عم الوحش، الشعب كله هنا، تصدق؟ لو راحت عليك نوم اقول لي. ده في حاجة كده معمولة على مفتاح، نفتح ازاي؟ اه في واحد في الجيم معاه مفتاح صحيح، هو بيعمل ايه؟ هو واضح كده اللي هو مش ناوي يجي، انا مش عايز اطلع بعدك وخاطر بحياتي. يا بلاش، في واحد معاه مفتاح في الجيم، هو بيعمل ايه؟ هو فين؟ اه مش عارف، في مفاتيح كتير اوي في الجيم ده، اه لازم نقعد نفتح مفاتيح. في مفاتيح كده، مفتاح مش عارف بتعمل ايه، ممكن اه نجيب يعني منها مثلا البنزين. في مفتاح احمر، آه
ايه ده، في مفاتيح اتفتحت بس انا مش هو فاهم. بتاع المفاتيح ما بيفتحش ليه صحيح؟ هنا مفتاح بتاع احمر، المفتاح هنا احمر، ده مش فاهم هو عايز ايه. يعني ايه المفاتيح دي؟ بس هو اكيد تحت، يعني المفروض دي بناخد منها حاجة، ولا ممكن يكون دي بناخد منها بنزين. نزل تحت ولا نحس اللي هو تحت اصلا؟ ايه ده، هو على فكرة هو مش بيلعب، الحق ده اهو، بس نوب خالص، او هو فعلا بطل من ابطال وطيب حاجة زي كده. ما بيلعبش، شكله بيحمي المفتاح. لا يا عم مش بيعمل حاجة. انا جنبه بالظبط. ايه اعمل دانس بقى؟ ايش ايه لسه بموت يا اسطى، ايش ايه دانس استغوى يا اسطى، ارقص. يعني اخد معاه صورة بقى. اصل لو بيتحرك كان زمان قتل الشعب كله. صحيح، احنا ناخد معاه صورة جميلة بقى. ايه ده العيال ايه ده، العيال بيقتل في الناس، بيقتل في الناس. اصبر، ربنا انقذناهم وطلع. اجري، بيجري بيجري يا اسطى، بدأ يجري، بدأ يجري. انا هطلع فوق. غنى امال اللي معاهم بس ايه ده، المفاتيح مشيته بطيئة قوي. يلحق ده يجي بكرة بالليل بقى على الفجر. هما بيجيبوا المفاتيح منين؟ اه ايوه فتحوها، خلصوا المفاتيح كلها. خايف قوي. ايوه ايه زي ده، النبي، ده عبي بيهزق. بنجيب من النبي، هل هل بنجيب حتى لما يجي يجري بيروح قوي يعني. طب ايه انا جبت بتقول ايه؟ البنزين، جبت الحاجات اللي في الخزانة، روح جيبها. هو فين ده؟ الجيم ده احنا كاسبين وش، وكل العالم كاسبين، كلنا اه كسبانين. وايه ده الحلة ده، العيال ماسكة حاجات. وايه ده، فين في ايه الماب دي ايوه، غريبة؟ ما ايه انت في السيفز. ايوه خش كده من جنب الوحش وجيبها. هي دي؟ اه هنتعامل معاها ازاي؟ مش احنا الوحش عملنا الصاروخ، لما عملنا الصاروخ بقى الحاجات دي هتستفاد بيها. الوحش اللي بيضحك ده، مش ده قاعد يضحك بس. انا عايز اديك بدي على دماغك حرفيا يا ابني. العب يا ابني، يعني يا ريتني انا كنت الوحش، لو كنت سبتهم والله. ايه اصلا جيم قصير، يعني قصدي صغير، كان بالك مسكين كلنا. كده خلاص احنا كده كسبنا. يلا فين بقى؟ بس مبروك علينا يا جدعان كلنا. والبوابة فتحت، هلا والله بالبوابة. عندي لاج ليه يا لهوي؟ عندي لاج يا اسطى. بأمانة والله، يا لهوي كفت جايب عندك لك في آخر جيم. ياه بس عايش والله. بس احنا كسبنا، والمهم اللي احنا كسبنا، كلنا كسبنا يعني، العالم كلها كسبت. كفتة ما او تعالوا كده عدا انت. اه كفتة. صح، انت ما ايه لو ايه ده، الوحش الغريب ده بطيء قوي. ودي واحد بيستهزأ بالوحش هنا، وادي الكفته ملجلج. الله ينور. فبس كده ابطال، فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، اي بي جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله.